السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير اخواتي. اليوم غادي المهم غادي ندير واحد الكيكه زوينه اللي كتحط الكيكه ديال العيد، زوينه بالتفاح بحال على شكل طاخت بالتفاح، زوينه وسهله بزاف. غادي نبداو على بركه الله، دغيا سريعه ما فيهاش مكونات بزاف. كنحتاجو كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، واحد نص كاس ديال الحليب ما كاملش، خماره حمراء ونص، خماره كامله ونص واحد اخر، جوج بيضات والطحين ديال الفورس. ماشي مشكل يكون كما كان، ماشي مشكل يكون ديال الحلوه ولا كما كان، المهم غادي نبداو على بركه الله. بسم الله، ديروا جوج بيضات، ديروا سنيدة، كاس، نستعمل غير الطرف اليدوي عادي. الشكل ديالها كيجي زوين، محمر بالتفاح، كيجي محمر من فوق وزوين، هي سهله بزاف ماشي مكلفه. نزيدو نص كاس ديال الحليب، نزيدو الطحين على حساب الخليط، هل ما ياكل تقدري ديريها نصف صباح ديال العيد ولا سهلة بزاف. نزيدو الطحين غير بشوية حتى يشرب ويعاود باش كتجينا شحال زوينة. وحده ونزيد واحد نصيص من الاخرى، نزيد
تشوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا تقال جينا بحال هكذا قاصحه ما خفيفه سهلا الاسهل ما يكون كنجيبو مول بحال هذا بحال هذا ديال اللي كان عندكم المهم هذا ديال المقبط انا المهم تقدروا ما ديروا له حتى شي حاجه ما ديروا له لا الومنيوم لا حتى شي حاجه يعني تقدروا تستعملوا غير هكذاك بوحدو انا كنفضل ندير الالومنيوم باش نتفادى المفاجآت الخايبين كندير له الومنيوم باش غير كنقلبها صافي كتجي ساهله كنحيد غير داك الالومنيوم كنبلش هذا كناخذو بحال هكذا تكون هكا كنديرو الزبده شويه ديال الزبده وسطو بحال هكذا باش كيجي داك التفاح كيجي التفاح محمر كيبان محمر وزوين من الفوق كندير جوج معالق ديال السنيده فوق هاد الزبده هذه المهم بلا ما نسرحوها هي اصلا غتكون غتحد يعني غتدخلها السخونيه غادي تذوب راسها دير واحد جوج معالق ديال السنيده باش كيجي التفاح محمر وباين زوين من الفوق دير واحد شويه ديال القرفه كنسطرو هاد التفاح هكا من فوق كنسطرو يكون هكا تفاح مقطع بحال هكذا رقيق باش كيجي زوين فوق ودغيا كيطيب محمر المهم انا غادي نستف هاد التفاح ديالي كيما شفتو بهاد الشكل هذا في هاد القالب هذا وغنتلاقاو دابا شويه باش نشوفو كيفاش البنات هاني المهم هاني ستفت داك التفاح ديالي دابا غادي ندير العجينه من فوق بكل بساطه هكذا ندوزها بحال هكذا غنحاول نسرحها بحال هكذا من الفوق بحال هكذا المهم غادي نكملها انايا القاده ديالها وصافي كندير الفران ديالي سخون كيسخن كديريها في الفران حتى كطيب كديريها من فوق حتى كطيب كتحسي بالعجينه طلعت وصافي بدات كتشد في راسها صافي عاد كتهبطيه من تحت ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال العيد
هي الكيكه ديالنا وجدات. من بعد ما وجدات هانتوما كتشوفوا كتجي كيجي داك التفاح زوين معسل، كيجي هكذا زوين رائع. الكيكه ديال العيد سهله يعني، اي واحد يقدر يديرها دغيا دغيا، ما فيهاش شي صعوبات. نسيت قبيله ما وضحتش بالنسبه للفران ديال الضو، كنطيبها في الفران ديال الضو لمده 25 دقيقه على درجه حراره 170 درجه. وصافي كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، وعشر مبروكه. جربوها، كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه، جربوها ودعموني بلايك وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ديالي، وانا كنوعدكم بشي مفاجات زوينه ان شاء الله في هاد لاشين هذه. وكنتمنى تدوزوا عيد مبارك سعيد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، والى فيديو قادم ان شاء الله، تبقوا على خير.